أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. الله عليك يا فيروز، ما حدا بيفهمني غيرك. ألو ألو، إحنا هنا. صباح أمي، إيش هالدعم كلياته؟ فايقة من بكير ومساوية نسكافيه ومشغلة التلفزيون، ده مظبطة أمورك هالتمام. صباحو صباحو يا عمري، يا حياتي، يا قلبي. يلا بسرعة مع وجهك على المطبخ، امبارح رحت نمت وفي جاي مطبخ مالك جيتي يا حيواني. لك أمي، في حدا بقول للتاني صباح النور هيك؟ ليش حتضربيني؟ تصدقي يا بنتي بيني وبينك؟ شكلها ضربتي صغيرة خفيفة، ما هي رجعانة مثل الأول. أنا لازم أتدرب مثل الأول وأرجع أصير أضرب مشان ضربتي توجع مثل العادة. ياه يخرب بيتك، ولك لسه وافعة تسمعي ما رحتي؟ هيك صباح النور تقبرين ان شاء الله بالفردتين بالفردتين، مشان الفرد الاولى ما تزعل من الفرد الثاني. انا حق علي، ولك في حدا بصبح على الثاني هيك؟ انا حق علي جيت اصبح عليكي. شو هذا يا عيلة متخلفة؟ عيلة متخلفة؟ عيلة متخلفة يا بنت الصرامي، انا بفرجيكي والله يا خدوج. اذا بجي على مطبخ بلاقي الصحون لسه مالك غسلتيهم، لا خليكي تنطفيهم بشعرك، بسيطة بسيطة يا ام 44. وانتو يا حلوين بيني وبينكم، سمعت ام تحسين عم تعمل قناة على اليوتيوب؟ نحن خلص وصلنا على 200,000، بدنا هلا نوصل على 300,000 مشان ما تسبقنا. كيف لك؟ كلياتكم شدونا الهمة، وهلا المانو مشتاق بالقناة، ولك تحت تحت العين بتطقطق اضغط عليه. ايوه شايفين شلون؟ وحطوا لايك كمان، جمعة الجاي بدي اطبخ يبرة، بدي اوزع عليكم كلياتكم، اشتركوا لنا بالقناة وخلينا نوصل على 300,000 بسرعة مشان ننزلكم فيديوهات أكثر وفيديوهات أحلى بكثير. انتوا بس اشتركوا، ومن بالكم خدوج رح أتركه رايحة أعمل لكم إياها من شعرها مشان تضيف. وينك يا بنت الصرامي؟ حبيبي صباح الخير، ولك صباح الخير لأحلى أب بالعالم كلياته، وبضرب التبانة كمان، إيه دخيلها الشبوبية؟ اسمعوا لك حيوان، دخلتك هي بعرفة، قول ايش بدك وطالع برا بسرعة. قولي كشفني، حجي من الأخير، وبلا لف ودوران، طالع مع رفقاتي، إيدك على 50 ورقة، بس 50؟ أنت بتأمر أمر، رايح أعطيك 50 و100 و150 ورقة، تكرم عيونك. تعا خد خلص، ما بدي عيفة ماك لا 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 ولو دا دا طلع كرمالك. إذا خجلت أنا بجي عندك. تعا ما بدي ولك إيش في صاير؟ قولك أبوكي دخلت عنده قلت له صباح الخير، بدي منك شغلة 50 ليرة بس، طالع عشاطه صاير حقني فيه. وانت كمان صار معك هيك؟ انا لسه على دخلت عند امك قلت لها صباح الخير، طلعت البابوش ضربتني فيه. انا عرفت هالموضوع كلياته على فكره، خصوصا من بابيج امك يلي بتصبحنا عليه هون وتمسينا عليه هون مباشره ايده والضرب. لا وشاط ابوك اللي ما بشيله من ايده طاول 24 ساعه ل 24 ساعه. انا في مخي شغله لازم ننفذها بسرعه، نخفيهم على وجه الارض. قضى عليكي، نفس تفكيري الزباله، نفس مخي المعفن، او انت مخ معفن واحد. بس لحتى نعمل هيك شغله، او لحتى انه نفكر نعمل هيك شغله، بدنا خطه محبكه، تكون خطه قويه وسريه جدا. ايه بس مو مثل هذيك المره تساوي، تذكرت لما بعتني؟ تذكرت ولا اذكرها؟ لا انا بذكرك، بتتذكر شو كنا متفقين على كل شيء، ووقت اللي انكشفنا تركتيني وسويتي حالك مالك خبر. هلا اسمع، المهم امك عندها 4 بوابيج، 2 بتطلع فيهم برات البيت و2 بتلبسهم بالبيت، وابوك عنده شاط واحد، شلون بدنا نجيبهم بقى؟ انا مالي عارفان امك مشان ايش جايبه كل هالبوابيج، ايش بتعمل فيهم كلياتهم؟ لو داخله على حرب ما بتستعملهم كلياتهم. المشكله شلون بدنا نجيبهم ووين بدنا نخفيهم؟ امي ما عملت شي. بس انكشفنا، الغي الفكره كلها، الغيها. واطي من بدايته قبل ما نعمل شي طول للساعه. هرب روح بقالك ما بترجع امسك لك طول بالك. يخرب بيتك، ولك انت لساعتك هون ما نزلت جبت لنا الفطور يا ابن الصرامي. كنت رايح امي. وانت يا مبرس ايش نهايتها معك؟ ما بدنا نخلص بقى. اوف وين راحت هي؟ هون امي انا، هون دوبريني يا دوري علي، هون عم بغسل لك الصحون انا مشان ترتاحي. وعريضة ما قصة ما حالك كنا نخلص منها، يا ورد انا اخذ كل بيجي البيت واخفيه وخليك تدوري عليهم انت ايضا طولي بالي. ايش عم تقولي؟ قول ايش عم تقولي؟ بس سامعيني ايش قلتي؟ كنت عم بقول بس اخلص جري بدي اطلع برا على الصالون اعمل له تنظيفه. من زمان ما عملت تنظيف للصالون، بتصدقي؟ انت روحي ريحي حالك، تقبليني روحي، لا تزعجي حالك. طاوي حطاني ولك مو هون. يا لطيف ايش بك مجوده؟ ايش بو هاد؟ ليش داخلك عم تنسنس ولك؟ بس اسكتي
بالزهرة بنت لأمك حاصر بيت كلياته، لك رايحة جاي عتضربنا بالبابوج، أنا مليت من ضرب البابوج، إيش بدنا نعمل؟ عم بتفكري باللي عم بفكر فيه أنا؟ طبعاً وجاهزة، شايف مجودة؟ أنا ما قلت لك بكرة بس تكبر، أمك رح تصير تضربك بالبوابيج وأبوك رح يضربك بالقشاط. اسمع، نحن هلأ عم نخطط نخفي كل بوابيج البيت وقشاط أبوك كمان، أنت معنا؟ معكن على الموت، بس شلون بدنا نجيبون؟ ممتاز، اسمعوا لكم، أنا عملت لكم خطة محبكة، يعني الجني الأزرق مستحيل يفكر فيها. جهزوني حالكم والحقوني، تعالوا. كمان ليش ما عطيتوني إلي؟ بس ابني بس تكبر انت بتجيب لك وحده وقريضه. لا ما بدي شو بس تكبر. لا اما بتعطوني مدكم، لا اما بروح بفيق الماما والبابا بخبركم قصه كلياتها. رح اضرب حالي كفوف ورح اضرب حالي كفوف ورح يخرب بيتكم من حالكم. احنا جايين عم نلعب لعبه ولك انا ليمه ولاد الحاره كلياتهم جايبهم معي، انا عارفين ما رح ننكشف غير على ايديكم. ركزوا معي، خلينا نستغل الفرصه بما انه امكم وابوكم دخلوا ناموا، ما بدنا حد يحس علينا طاول. بس حقوني يخرب بيتكم من حالكم. اسمعوا بقى، اول وحده رح تبلش خدوج، رح تطلع وتمشي على مهله بدون ما تحسس حدا طاول. في بابوجين اللي بتلبسهم امي وتطلع فيهم لبرا البيت هن جنب باب البيت، بتجيب الاثنين انت اول وحده بدون ما تحسسي حدا طاول. لا يا ليش، يعني انا اجيب الاثنين؟ ليش ما كل واحد يجيب واحد؟ روح انت كمان جيب واحد. خدوج بدي اسنولك، ها لا تشغلي مخك كثير، بتحرقي بنزين كثير. هن الاثنين عند الباب، رح تشيليهم وتجي. وعلى فكره بتشيليهم بدون ما تحسسي حدا طاول، يعني هدول الافلام الاجنبيه اللي بتعمليها انت بلاها، ما في داعي نطلع يمين يسار، انت لاني مالك فيلم مكسيكي، وما في داعي ترقصي. لمي حالك بسرعة جيبيهم تاعي وما ناقصنا ينكشف، لأن إذا انكشفنا رح يكون كل شي عملناه خسرناه، فهمتي للساعة؟ بعد مباشرة بيجي الدور على مجودة، مجودة بتطلع مباشرة تتجه نحو غرفة النوم تبع أمي، بتطلع يمين ويسار مشان تنتبه إذا أمي حست عليك لأنه أنت رح تقرب من غرفتها كتير. بتلاقي البقبوج عند الباب بتشيله وبتجي بسرعة بدون ما تحسس عليك حدا. ما في داعي نلعب فيه وتساوي أفلام مكسيكية مثل أختك، لأنه بوقتها رح نخسر. شغلوني مخكم معي، جيب البابوج بتاعه ما في داعي ترقص فيه وبسرعة وما تحسس عليك حدا، فهمان علي؟ بعد مباشرة رح يجي الدور لعندي، أنا رح أحاول أدخل غرفة أمي وأخذ أخطر بابوج. طبعا المهمة اللي داخلها أنا أصعب من مهمتكم كلياتكم، لأنه هذا أخطر بابوج لأمي تحطه جنبه على طول، يعني أي غلط بعمله رح ننكشف ورح يكون كل شي عملناه غلط. رح أحاول أقطع فيه بدون ما تحس علي بأسرع وقت وبدون ما أحسس علي حدا طاول. شلون؟ صار معكم طموني؟ شوفوا مين عم يحكي، قولك انا مجودة مو حيث ما، كله تمام، فضال. لو بدك تزعلني منك انت، ما عاد تسألني هيك سؤال الي؟ ليكم ترى بس مش كده جبناه هون، وهي بدنا نقيمهم لحتى ما يشوفوهون. هون بقى صار شغلي، كنتم مخططة لهاللحظة هي، هاتوا البابيج معكم كلياتها، مع هاد راي احطهم كيس واقطع لفوق على سطوح اخفيهم، الجني الازرق ما راح يعرف وينهم، هاتوهم. صار معك طمني، عيب عليكي ولو، طلعت خبيت لك هون على السطوح بزاوية بقلب كيس أسود، أمك إذا بتجن مستحيل تفكر تلاقيهم. لحظة، هاد أيمة تنام هيك؟ قولك هذا شغل مخه كتير أم ما استحمل راح نام. هلا المهم قشاط أبوك شلون بدنا نجيبه؟ ما هون مشكلة، لأنه القشاط بجيبه 24 ساعة، شلون بدنا نحله؟ ظبطي جمدانتك والحقيني بسرعة، تعي.
حبيتك اول ما تحرك قلت خلص انكشفنا نحن. هلا وين بدك تقيم الاشهاد؟ لبقى تطلع لفوق لانه قربوا يفيقوا. ايه والله وين بدنا نروح فيه هاد؟ بس لقيته شباك انكشف تعبان بدك تكبه. بس خلاص خلصنا منه. ريحي حالك من كل شيء. ما بقى عندنا ولا سلاح بالبيت. لا عاد في بابيت ولا عاد في ضرب واخيرا راح انام مرتاحة. استغفر الله العظيم وين بده يختفي يعني؟ حجي شفتي لي شيء شاطي؟ اوف ليش هيك خرب الصالون كلياته تقولي صاير زلزال؟ ولك عيفني بحالي نمت فقت بويبيجي اربع ما لقيتهم انك الاربع يختفوا مع بعض وانت عندنا شاطع بتدور عليه؟ شاطك ما غيره؟ لك ايه ما غيره؟ تقولي حرامي دخل اخذ شاطي وبويبيجي وهرب. حرامي حرامي بده يدخل يسرق بويبيجي وشاطك بالبيت كلياته ما رح يسرق غير هدول. شغل لي مخخ مخخ صيرنا شيء. لحظه لحظه بتعرف اذا بكون ببالي صح؟ بتشوفوا بعد اشوف بعد. قولي ام عبالة حوالي طب حققنا. يلا انتي روحي دولي يا عدم وانا بدور على شاطي. شاطي الشوطي يا روحي. والله اذا بتطلع ببالي صح ما رح اسكت طاول. اوف شو هاد؟ شفتوا شلون؟ شفتوا شلون خبيناهم كلياتهم وكبينا الاشارات وما حدا اخذ باله طاول؟ هذا انا مستغربه شلون ما شكوا فينا طاول حتى امك؟ انا كنت خايفه بس من مجوده لقوم يصحت وشي كلمه قدام امك لانه راسا بتنزلوا بالحكي. ايوه 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 بقى هيك انتوا اللي مخبينه. بسيطه هلا بلش الشغل عندي راح اكملكم خطه انا. حجي حجي عن جد بتجنن هاي الحلقة. اوف مين؟ يلا جاية. ايه بس 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 عندك جايين عندي انا. مين بده يجي بهالوقت هاد؟ والله ما بعرف ما حكوا قدامي طاول. لسا المدير تقبرني سلم على فهمي اماني اماني تسلم عليه. اوه ايش هالكيس امي جايبتين هدايا؟ ايه طبعا ولو ليش انا عندي غيركم؟ يو يو الجرس رجع يدق. عجب مين حجي؟ بس عندك بقى صار دوري بعدوني لشوف. عدي فهمنا شي يا جماعة ما فهمني شي. لك ايه والله سلمون تخول فيهم لك تخول شربك كاسة شاي تحب النبي. لا اله الا الله لولا ما انك حيلة في يمين بس ها. يا عيني يا عين الهدية صاروا هديتين. جاهزة حجي؟ طبعا حجي. باختصار شديد انا اليوم نمت فقت لقيت اربع بويبيجي اختفوا انمسحوا. شو اختفوا ما حدا بيعرف. مين اخذون ما حدا بيعرف. باختصار كمان رحت دقيت لكم رأوا فهمي ووصيت على 10 بويبيج جديدة بأشكال جديدة وألوان جديدة. قتلكم في شي قتلكم في شي الله يوفقكم بلدوني معكم. 10 بويبيج ضرب 2 يعني 20 بابوج. قولي 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 20 بابوج. ليش امي ليش ليش 20 بابوج داخل على حرب شي انتي؟ وجعلنا بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاخشيناهم فلا يبصرون. وجعلنا بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاخشيناهم فلا يبصرون. ايوه بما انه صار الامر على المكشوف وكل شي اتضح بقى هلا انا كمان فقت طاقيته شاطي مختفي. عبادة انت عامل لي حالك شيخ عم تقرا قران. فقت طاقيته مختفي قمت رحت وصيت على 3 بدل الواحد وكلياتهم جلد طبيعي والوان مشكل كمان. شوف لي ايش رايك عبادة؟ 3 شطات بابا 3 شطات؟ ليش؟ ليش 3 شطات؟ إذا نحن واحد واحد اثنين ثلاثة نحن الثلاثة أولاد أكلنا كنادة. هذا بيني وبينك حجي أشكالهم كتير وألوانهم كتير حلوة جاي على بالي أجرب. إيش رأيك أنت؟ وأنا عم بقول كمان هيك والله إنه هو جربوا قبل بتقولي لي أنت. أوه ماي جاد بدهم يجربوهم كمان. بتعرفوش كنت نسيانة؟ كنت نسيانة عن شاور الغسيل. عن إذنكم يا جماعة بشوفكم إن شاء الله. لك إيه والله أنا كمان أنا كمان كان في عندي وظيفة رياضيات مالي كيرت فتذكري أمي ياي عالصدفة برجعك وأنا كمان بدك شي عبادة بخاطرك. آخ يا خواني آخ يا خواني على أساس فريق بعتوني مباشرة حيوانات داشرة. قولي هجوم اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.